السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل مع بعض إن شاء الله كده ميزانية مع منيو مع مشتريات، كلهم ثلاثة في واحد زي ما بنعمل كده. كلهم مع بعض عاملين كام؟ عاملين 425 جنيه. تمام، فيها كمية لحوم حلوة جدا. هقول لك برضه لو انت ميزانيتك اقل من كده بنص مثلا الميزانية دي، هقول لك هتمشي نفسك ازاي بنفس الحاجات دي بنص الميزانية، يعني هقول لك افكار برضه احنا ايه مع بعض كده ازاي تمشي نفسك ب 425 جنيه دول، وازاي تمشي نفسك بيهم اقل من كده بكتير، نصهم او اقل كمان. تمام، مع بعض كده ان شاء الله هنبدأ. اول حاجة هقول لكم على المنيو اللي احنا كاتبينه، احنا هنقول المنيو وبعدين هنقول الايه المشتريات والاسعار. تمام، وبعدين هسيب لكم في الاخر تاخدوه سكرين ان شاء الله، بس معلش بقى على الخط عشان انا خطي ايه مش حلو خالص، انا قد ما بقدر يعني ايه انا سريعه في الكتابه فبيطلع خطي مش حلو. المهم اول حاجه كده عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه، انت في مصروفك يعني قد مصروفك او مرتبك او اي حاجه ايا كان، يعني احمدي ربنا على الفلوس، احمديها قليله كتير احمدي ربنا عليها، عشان زي ما قلت لكم قبل كده اللي بيفتح البيت مش ال 400 ولا ال 500 ولا ال 10000، اللي بيفتح البيت بركه ربنا، فنحمد ربنا عليه ولئن شكرتم لازيدنكم. دي اول حاجه نحمد ربنا. تاني حاجه هنطلع الصدقه بتاعتنا، طلعتي الصدقه بتاعتك ربنا هيبارك لك في كل حاجه عندك. كيس المكرونه ده لو فتحتيه، لو انت جايبه كيس كيلو كيس مكرونه او كيس رز او كيس دي وفتحتيه وانت مطلعه الصدقه بتاعتك وحمد ربنا عليه، هتلاقي ربنا بارك لك في كل في الكيس دوت، يقعد معاكي بدل ما يقعد معاكي مره واتنين هتعملي مره واتنين وتلاته منه. المهم والله اسالوا الله البركه، قولوا دايما اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا البركه في كل شيء رزقتنا بيه، ومع كل بركه بركتين. يلا عشان ما اطولش عليكم نخش بقى ايه على طول على المنيو بتاعنا. اول حاجه اليوم الاول ان شاء الله هنعمل صينيه بطاطس بدبابيس الفراخ ورز. اليوم التاني هيبقى عندنا الاكل، يعني حاولي تزودي الكميه شويه تخليها اكل تاني يوم، حاولي لما تكوني عامله خضار او اكله محشي او حاجه كده تخليها اكل يومين مش اكل يوم واحد، توفر عليك وقت ومجهود وغاز وكل حاجه. في نفس الوقت لو انت مثلا تاني يوم لما بتصحي من النوم عندك اكل، تشوفي بقى اي حاجه في البيت انت محتاجه تعمليها تعمليها، عندك مثلا هتطلعي الشتوي، عندك اوضه عايزه تتنفض، عندك اي حاجه تكون زياده عن حاجتك اليوميه عايزه تتعمل تعمليها بقى في اليوم اللي عندك اكل فيه، ده وراكي مشوار وراكي اي حاجه، فحاولي دايما يبقى عندك اكل يعني على الاقل مره في الاسبوع تعملي فيها اكل يومين، هتوفر معاكي في الوقت وفي المجهود وفي الفلوس. يبقى قلنا اول يوم صينيه بطاطس ان شاء الله، تاني يوم باقي الاكل هنعمل جنبه شويه شوربه لسان العصفور. طبقين شوربه كده، احنا في الشتاء الشتاء بتحب الشوربه، كنت هقول لكم الشوربه بتحب الشتاء الشتاء بيحب الشوربه، فنعمل طبقين شوربه لسان العصفور جنب الاكل الفاضل، وزودي كميه شويه بحيث ان تكفي معاكي يومين ان شاء الله. تالت يوم هنعمل كبد فراخ، هنعمل كبد فراخ وبطاطس ومكرونه، كبد ايه فراخ، او هتجيب مثلا نص لحمه مفرومه تعملي ربع لحمه مفرومه تعملي كفته، بس انا كبلي كبد فراخ وايه وبطاطس ومكرونه، يا بطاطس يا مكرونه مش الاثنين، يعني ممكن تجيبي نص مكرونه يا اما تحمري بطاطس. هقول لك دلوقتي اليوم الرابع ان شاء الله هنعمل بيتزا، طبعا اكله اللي يعني الاولاد كلها بيحبوها ويحبوكي قوي لما تعمليها، فهنعمل لهم بقى اكله كده هما بيحبوها اللي هي ايه البيتزا، هنعمل البيتزا بالبسطرمه. تمام، و او هنعمل جنبها معانا البطاطس، هنعمل جنبها شويه شيبسي عندنا في البيت مش هنشتري شيبسي من بره. اليوم الخامس هنعمل كشري الحله الواحده، طبعا كله بيبقى في حله واحده طبعا كلنا عارفينه كلنا بنعمله، فهيبقى ايه يعني من الحاجات اللي هي بترمي ايه كميه كبيره معاكي يعني. بعد كده هنعمل اليوم السادس ان شاء الله مكرونه وبانيه، طبعا المكرونه وبانيه دي اكله الشعب لما كانت الدنيا رخيصه كان لازم يوم في الاسبوع مكرونه وبانيه، دلوقتي بنعملها بس ما بنعملهاش كتير وما بنعملهاش بانيه صراحه، بنعملها ستريبس بنعملها شاورما بتزود الكميه بتاعتها. الله المستعان، الحمد لله على كل حال. المهم الحمد لله على نعمه الامن والامان اللي احنا فيه الحمد لله. اول حاجه بقى اول حاجه هنبتدي بيها المشتريات، هقول لك بقى هنجيب اول حاجه انا كاتبه لك بقى، بصوا اقسمها لكم بنود السوبر ماركت والخضار واللحوم. اول حاجه السوبر ماركت هسيبها لكم ان شاء الله في الاخر تاخدوا سكرين. اول حاجه في السوبر ماركت هنشتري ايه؟ في السوبر ماركت هنشتري كيلو رز 30 جنيه ماشي، انا انت بقى لو من الناس اللي ميزانيتك بالشهر هاتي لك شكاره 5 كيلو او 10 كيلو حسب بقى انت باستخدامك في الرز قد ايه، يعني شوفي استخدامك، لو استخدامك 10 كيلو هاتي لك واحده 10 كيلو، لو استخدامك 5 كيلو هاتي لك واحده 5 كيلو. من الحاجات اللي بتبقى موفره جدا على فكره في البيت، يعني انت لو جبتي شكاره اول الشهر رز مش هتشيلي هم رز طول الشهر، بدل ما تروحي تشتري كل شويه كيس كيلو ب 30 كيلو ب 32 كلام من ده من السايب وكده، لا هاتي لك شكاره على بعضها هتبقى اوفر وارخص ومش هتشيلي هم رز طول الشهر.
انا جايبه شوكولاته فحطيت لكم منها كيلو كده بس عشان ايه اوريه لكم يعني. انا مش عارفه ده هو ده اقل من كيلو يعني، بس انا حاطه لكم حبه بس عشان ايه يعني عشان تشوفوها يعني. فده هنقول كيلو رز مثلا السايب ب 30 جنيه، هنجيب كيلو رز ب 30 جنيه. لو انت عندك رز اغلى من 30 جنيه، واحنا الرز مش هنعمله غير مع البطاطس بس، مش مدخلين رز في حاجه تانية. فهنعمل ايه؟ صينيه البطاطس هتعمليها اول يوم دي، هتشوفي بقى انت استخدامك قد ايه. استخدامك نص كيلو مثلا رز هتجيبي نص بس، استخدامك كيلو هتجيبي كيلو. ممكن برضو تضعفي كميه الرز بالشعريه، الشعريه من الحاجات اللي بتنفش فبتزود معانا كميه الرز. تمام. هنجيب ايه تاني؟ قلنا كده هنجيب الرز، بعد كده هنجيب لسان العصفور. هنجيب ربع لسان عصفور، انا ما عنديش طبعا اللي هو السايب، فانت هتجيب مثلا ربع لسان عصفور ب 5 جنيه. ماشي. لو السايب هيبقى ارخص من 5 جنيه، بس انت قولي عايزه ب 5 جنيه لسان عصفور. بعد كده هنشتري نص كيلو مكرونه مشكله عشان نعمل بيها الكشري الحله الواحده. كشري الحله الواحده من الحاجات اللي بترمي كتير، لما بتحط حبه مكرونه على حبه رز على حبه عدس بتلاقي مع مجموعه المكرونات اللي احنا بنحطها بتلاقي الحله اتملت ما شاء الله يعني، بتاكلي وبتشبعي وبتوزعي كمان على حبايبك. فهنجيب، هتقولي للعطار، هتروحي للعطار هتقولي له مثلا عايزه نص مكرونه مشكله ب 10 جنيه، نص هيديك نص ب 10 جنيه. هيحط لك بقى شويه اسباجيتي، بس انا ما عنديش سبب فهحط لكم برده عشان اوريكم. هتجيبي مثلا هيحط لك حبه اسباجيتي على حبه اقلام على حبه مش عارفه ايه، فهتلاقي ايه عمل لك ايه شويه تشكيله حلوه، هتلاقيها نفشت ايه معاكي مع شويه الشعريه بقى وكده، هتلاقيها ايه الحله اتملت معاكي. ماشي. يبقى هنجيب 10 جنيه نص مكرونه مشكله، وهنجيب ايه تاني؟ هنجيب برده ب 10 جنيه عدس بجبه، هنجيب كيلو مكرونه. المكرونه دي احنا هنعملها مع ايه؟ اه هنعمل مكرونه مع مثلا، ممكن تعملها مع كبد الفراخ او مع المكرونه والبانيه. فانا كاتبه كيلو مكرونه ب 20 جنيه، مشي نفسك بقى بالكيلو. لو انت مثلا بتستخدمي كيلو، طبعا الكيلو بيبقى قيمه جدا يعني، ممكن تاخدي نص كيلو تعمليه مع الكبد والفراخ، ونص كيلو التاني تعمليه مع البانيه. لو انت بتستخدمي اكتر من كيلو هتاخدي مثلا كيلو ربع او حسب احتياجك، هتعمليه مع الكبد والفراخ، والباقي اعمليه مع البانيه، وحمري جنبه شويه بطاطس. معنى البطاطس حمري ايه بطاطستين جنبهم كده ولا حاجه، يعني حاولي تمشي نفسك يعني. تمام. بعد كده هنشتري ايه تاني؟ هنشتري قلنا المكرونه خلص، هنجيب كيلو دقيق. الكيلو دقيق ده اللي هنعمل منه ايه؟ هنعمل منه البيتزا، احنا كاتبين بيتزا. طبعا الكيلو دقيق هيعمل لك كميه بيتزات كتيره جدا يعني، انت لو يعني مثلا الكيلو بيعمل حوالي 8 بيتزات كبار، 8 حلوين مش صغيرين، 8 كبار. فانت بقى هتعملي بقى حركه ذكيه اقول لك عشان توفري معاكي ايه في الفطار وفي العشاء كمان. هتاخدي الكيلو دقيق ده هتعملي منه البيتزا، اعجنيه كله بيتزا مثلا يعني، تشيل لك مثلا احنا مش كاتبين بقى ايه لا سمك ولا كاتبين حاجه في المنيو بتاعنا ولا عجه ولا حاجه، فمش هنحتاج منه حاجه، او سيبي لك حبه على جنب. بس خدي بقى الكيلو جي ده اعجنيه كله للبيتزا. بعد ما تعجنيه كله للبيتزا اعملي بقى البيتزات، مثلا انتوا 4 افراد هتاخدي مثلا 4 بيتزات بنص كيلو جي. النص كيلو جي التاني بقى اعمليه كله ميني بيتزا. الميني بيتزا دي هتنفعك جدا في الفطار وفي العشاء، وولادك جاع في اي وقت هتلاقي عندك بيتزا. اعملي بقى البيتزا بتاعتك زي ما قلت لك، صواني زي ما انت عايزه العدد اللي انت عايزاه، والباقي كله اعمليه ميني بيتزا. انا كنت عاملها لكم في فيديو قريب على فكره باشكال حلوه جدا، ان شاء الله هحاول اسيبه لكم في صندوق الوصف او شاشه النهايات. هتعملي منه البيتزا دي، حطيها بقى ايه في كيس كده او في علب في الفريزر، وطلعي منها لسندوتشات المدرسه. هتنفعك في لانش بوكس، هتنفعك في الفطار وفي العشاء. ولادك مثلا مش عاجبهم الاكل اللي انت عاملاه مثلا، عاملين اعملها اي غدا مثلا هم مش حابينه فاكلوا كده نقنقه ما عجبهمش وحاسس ان هم ما شبعوش، هتطلعي لكم حتتين من البيتزا دول يفكوا وتحطوا لهم كده، هيعجبهم جدا وهياكلوها. او تحطيها جنب اي اكله فايضه عندك، هيحبوها جدا وهياكلوا الاكل، لان هي هتشغل الاكله اللي انت حطاها. تمام. فاعملي كده، اعملي عجنه واحده واعملي بقى كميه كبيره من الميني بيتزا وحطي في الفريزر واسحبي منها ايه، طلعي هتفكي كده بتبقى كانك عاملاها طازه. دي برضو فكره من افكار التوفير يعني. تمام. هنجيب ايه تاني؟ قلنا الدقيق ب 20 جنيه، كيلو دقيق ب 20 جنيه. هو طبعا ب 18 ب 19، بس انا كاتبالك على سنه 20 جنيه عشان في اماكن بيبيعوا ب 20 جنيه، لو جبتي السايب طبعا هيبقى ارخص. هنجيب موزاريلا ب 25 جنيه. ماشي. انت هتروح مثلا عند فتح الله بيبقى عامل هو في ميكس جبن كده على بعضه، هتقول عايزه ب 25 جنيه، او عنده جبنه موزاريلا لوحدها ب 25 جنيه مثلا، هتقول عايزه ب 25 جنيه، بيبقى حوالي ربع او ربع وزياده، او بيبقى حوالي ربع. فانت قولي له مثلا عايزه ب 20 ب 25 جنيه موزاريلا، انا كاتبه لك ب 25. او لو جنبك في اي سوبر ماركت بيبيع جبنه موزاريلا بيبقوا عاملين اطباق كده، اطباق ب 20 ب 15 كلام من ده، انت هتقولي له عايزه طبق ب 25 جنيه. مش لازم تكتري الموزاريلا قوي يعني، بس دول هيعملوا لك ان شاء الله الكميه اللي احنا عاملينها بالكيلو. تمام. بعد كده هنجيب ايه تاني؟ هنروح بقى كده بند السوبر ماركت.
كده حاجات السوبر ماركت كلها عامله معايا 120 جنيه. طبعا حاجات السوبر ماركت دي احنا مش هنقدر نستغنى عنها، كلها لازم تتجيب. انا هقول لك توفري ازاي بقى في حاجات تانية. مثلا يقول لك السوبر ماركت والخضار مش هنوفر فيه، هقول لك بعد كده ممكن نوفر في ايه. هنجيب دلوقتي الخضار بقى، هنجيب معانا 2 كيلو بطاطس ب 30 جنيه. والبطاطس دلوقتي هي مثلا في معلش قطعت بقى عشان الاذان كده، صلينا وجينا الحمد لله. المهم دلوقتي احنا خلصنا برده بند السوبر ماركت، قلنا ان هو عامل 120 جنيه. قبل ما ندخل بقى على بند الخضار، لو لسه ما اشتركتيش في القناه عندي، يا ريت تبقى تشرفيني وكده بالاشتراك في القناه، وتضغطي على زر الجرس على كل عشان يوصلك كل حاجه جديده بنزلها. ما تنسوش تعليق حلو منكم كده كده عشان يساعدني يعني، ويشجعني اعمل لكم حاجات احسن واكتر باذن الله. وما تنسوش تعملوا لايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. تمام، عايزه بقى ايه الصلاة على سيدنا محمد، مين مصلش على رسولنا الكريم النهارده؟ اللي مصلش بقى يصلي في الكومنتات. ماشي، ندخل بقى بعد كده ان شاء الله على البند الخضار. بند الخضار هنجيب قلنا البطاطس ب 20 جنيه. ماشي، هجيب بطاطس ب 20 جنيه. البطاطس مش لازم تروحي تجيبي بطاطس كبيره قوي، هي ده اصلا ما فيش بطاطس كبيره قوي في السوق على فكره، لان كل نازله جديده اجيب، فمش يعني مش سايبينها تكبر، فهي اطفينها يعني واخدينها صغيره كده مش كبيره. تمام، فهنجيب بطاطس اللي هي الوسط دي مثلا، يعني دي مثلا اجيبها 15 جنيه، حلوها حلو جدا. البطاطس الكبيره هي البطاطس الصغيره انت، بس انت اهم حاجه عندك ان هي تكون ايه، تحمير مثلا، لو هتعمليها تحمير، وهي كلها دلوقتي في السوق تحمير الحمد لله. فهتجيب مثلا يعني هتجيب اللي هي ايه الوسط دي ب 15 جنيه. هتجيب 2 كيلو بكام؟ 2 كيلو ب 30 جنيه. وفي الصغيره خالص على فكره اللي هي اللي بتسلق وكده، دي ممكن في ناس بتقشرها عادي، بتبقى مش صغيره قوي يعني، بتلاقيها برده ب 12 جنيه و12 ونص. والبياعين اللي بيعدوا بتبقى ارخص يعني، انت لو تعرفي البياعين اللي بيعدوا ب 12 ونص وكبيره اكبر من دي كمان. فانت على حسب بقى ايه البطاطس اللي عندك، بس انا كبرك 30 جنيه بطاطس يعني، هم 30 جنيه هتجيبهم بطاطس بقى، جبتي 2 كيلو جبتي اكتر اقل، بس انا كبرك 30 جنيه بطاطس على فكره هتكفي معاكي الاكلات اللي احنا كاتبينها وهيفيد يعني، انت مش هتعملي سنين بطاطس ب 2 كيلو. تمام، فانا كبلك بزياده يعني، لان لازم يكون في بطاطس في البيت، حمرش بطاطس في العشاء في الفطار، فالبطاطس بتبقى حلوه موجوده في البيت في اي وقت. يبقى هجيب بعد كده برضو 2 كيلو طماطم بكام؟ ب 15 جنيه. مش الكيلو دلوقتي الطماطم فيه مثلا هتلاقيها مثلا فيه ب 8 وب 7 ونص وب 7 وفي ب 5، في ب 5 بس ايه تاخديها بقى ب 5 جنيه، لو جبتيها تجيبيها ما يكونش فيها حتت يعني بايظه زي ما قلت لكم قبل كده، تاخديها بقى تشيلي كام واحده للسلطه مثلا او للجبنه القريش، وباقي خديه صلصيه على طول عشان ما تبص عندك في الثلاجه حرام. يبقى هنجيب 2 كيلو طماطم ب 30 جنيه ب 15 جنيه. وهنجيب بدنجان، بدنجان من ارخص حاجه، انا بحب ادخل بدنجان دلوقتي على طول في البيت، لان هو من الحاجات الرخيصه جدا والمفيده اللي كلها حديد لاولادك، فهو من الحاجات الرخيصه جدا استغله بقى كده ايه، وهو رخيص يعني في حاجه رخيصه في السوق فاحنا نستغلها. فهنجيب كيلو بدنجان ب 5 جنيه. بدنجان طبعا الكيلو هيبقى هيرمي معاكي، طبعا الكيلو هتجيبيه ب 5 جنيه، هتاخدي منه مثلا في غدوه. و هو انا كتبت بدنجان دي، المفروض انا مش فيش حاجه من بدنجان. تمام، بصوا هو انا نسيت اليوم السابع اقول لكم، انا قلت لكم 6 ايام بس على فكره، اليوم السابع انا نسيته وكتبت لكم تحت خالص بقى. فاليوم السابع احنا كاتبينه، هنلم بواقي التلاجه كلها الفضل عندنا يعني، انت اول يوم مثلا فاضل معاكي شويه من شويه صينيه البطاطس دي على علبه على طول على الفريزر، ما تسيبهاش تحت، ما تسيبهاش في التلاجه، علبه في الفريزر، اي حاجه تفيد من عندك من الحاجات دي كلها على علبه في الفريزر، حتى الكشري سيبيه برده في علبه، حتى ممكن لو في التلاجه ده ماشي، لان احنا عاملينه قبلها بكام يوم بس بيومين، فاي حاجه تفيد عندك علبه حطي في التلاجه او في الفريزر. وطلعين بقى اخر يوم اليوم السابع ده هنلم كل بواقي التلاجه، وهنعمل جنبهم شويه بدنجان كده بالخل والثوم او شويه مسقعه، معانا الطماطم معانا الفلفل، هنعمل شويه ايه مسقعه او شويه بدنجان بالخل والثوم او شويه بدنجان مقلي كده مع فلفل مقلي مع بطاطس محمره، اكله ايه شعبيه كده ايه نلم بيها الدنيا كده اخر الاسبوع. تمام، انا بس قلت اقول لكم عشان انا نسيت خالص اليوم السابع ما كنتش كاتباه، بس كنت كاتباه ايه في الورقه اللي انا بحضر فيها يعني، في الكراسه اللي بحضر فيها. طيب هنجيب بدنجان ب 5 جنيه، وهنجيب بصل ب 10 جنيه. البصل دلوقتي الاحمر ب 40 و50 وصل ل 50 كمان، ففي البصل الابيض دوت ما قالش لا على فكره ما قصرش معانا في حاجه يعني، فهنجيب البصل الاحمر. بس لما تيجي تشتري البصل الاحمر هاتي اللي هو ايه ما يكونش فيه الحته اللي هي من فوق من هنا دي، تكون الحته دي طويله لانها بتبقى كلها معضمه كده من جوه وبتبقى فاضيه، فهاتي اللي هي بتبقى ملمومه كده ونقيها تكون ناشفه. تمام، فهنجيب نص بصل ابيض بكام؟ ب 10 جنيه. ده بقى لا هو دلوقتي على فكره انا كاتبه لك ب 10، لكن هو دلوقتي ب 15 الكيلو، يعني هتجيب النص ب 7 ونص، بس انا كاتبه لك ب 10 جنيه. تمام، ده كده بالنسبه ايه لحاجه الخضار عامله معانا 55 جنيه. هنخش بقى على بند اللحوم، ده البند اللي هقول لك بقى ازاي توفري فيه لو انت ميزانيتك اقل من 425 جنيه في الاسبوع للغدا. تمام،
هنجيب اول حاجه كاتبينها في اللحوم بتاعنا الدبيس اللي هنعمل بيها صينيه البطاطس. انا هقول لك شويه افكار بقى وانت تنقي الافكار اللي تعجبك. اول حاجه الدبابيس، هنجيب 100 جنيه دبابيس، تمام؟ ال 100 جنيه دبابيس هيبقى حوالي مثلا كيلو ونص دبابيس، هتبقى كميه حلوه جدا هتقضي معاكي اليومين لو انتوا عدد افراد، العدد الافراد بتاعكم صغير يعني. لو انت بقى ميزانيتك قليله هتجيبي بدل الدبابيس ب 100 جنيه دي هتجيبي مثلا كيلو اجنحه ب 40 جنيه، الاجنحه دلوقتي ب 40 جنيه، تمام؟ يبقى انت لو انت ميزانيتك قليله هتجيبي اجنحه مش هتجيبي دبابيس. دي اول حاجه في اللي هنوفر فيها في اللحوم، تمام كده وفرنا نص، اقل من النص يعني. انت هتجيب بدل ب 100 جنيه هتجيب 40 جنيه بس. الكبد والقوانص هنجيب هو النص عامل الكيلو ب 75، النص عامل 37 ونص، بس انا كاتبه لك 40 جنيه للنص الكبد والقوانص. لو انت ميزانيتك قليله اقل من ال 425 هتجيب بدل النص كيلو هتجيب ربع كيلو، وضعفي الكميه بتاعته بقى بشويه فلفل كوبي مع حته بصل مع اعرفش ايه الحاجات اللي بيحطوها بقى دي كده، فلفل الوان اي حاجه عندك زودي بيها الكميه، ماشي؟ يبقى احنا هنجيب بدل الربع هنجيب نص كده. احنا عملنا كام؟ كده هتجيبي ب 40 و20 كده كام؟ 60 جنيه ميزانية اللحوم لغاية دلوقتي معانا، الميزانيات ايه الضعيفة. بعد كده هنجيب البسطرمة ب 50 جنيه، البسطرمة ب 50 جنيه اللي ايه للبيتزا، ماشي؟ انت برضو لو ميزانيتك محدودة اقل من المبلغ اللي احنا قايلينه هتجيبي بدل ب 50 جنيه دول هتجيبي 20 جنيه بس بسطرمة، تمام؟ ممكن تشيلي بسطرمة خالص وتعمليها بالخضار مع الفلفل الكوبي، وممكن تعملي تاخدي بصلية من دي تاخديها تكرمليها على النار كده يعني، انت حطيها في الطاسة مع معلقة زيت صغننة خالص وكرمليها، وحطي عليها معلقة سكر بعد ما تلاقيها دبلت حطي عليها معلقة سكر وفضلي كرملي فيها، ما تخليش تاخد لون بس تبقى لونها ايه يعني بيج غامق بس، وكرمليها واعملي بيها مع شوية فلفل كوبي وطماطم، وهتكرمليه بقى كده على النار البصل ده وهتحشي بيه البيتزا، هيبقى طعمه تحفه واحلى من اي اللحوم هتحطيها، بجد بيبقى تحفه، جربيه بالتلاجه هيعجب ولادك جدا، مع شويه فلفل الوان بقى كده وطماطم والحاجات اللي بالزيتون وكده هيبقى ايه حلو جدا معاك، تمام؟ بعد كده هنجيب ربع، هنجيب بانيه ب 50 جنيه، بانيه ب 150 جنيه، احنا كاتبين مكرونه بانيه، هتجيب بس ب 50 جنيه بانيه هيبقى مثلا عامل تلت كيلو، عشان الكيلو ب 150 يبقى كيلو حوالي تلت كيلو ب 50 جنيه. طبعا انت لو ميزانيتك اقل برضو هتجيبي مثلا الربع مثلا هيبقى عامل حاجه ب 30، هتقولي عايزه ب 30 جنيه بانيه مثلا، يبقى كده بصوا الميزانيه كلها بتاعت اللحوم عامله معايا 240 جنيه، دي الميزانيه اللي انا عاملاها. لو انت ميزانيتك اقل من كده يبقى ميزانيه اللحوم هتجيبي ب 40 دبابيق، ب 40 اجنحه، ب 20 ربع كبد وانس، ب 20 بسطرمه، يبقى كده كام؟ كده 40 60 80 80، ومثلا هتجيبي ب 30 بانيه او هتجيبي حتى بال 50 بانيه او ربع بانيه مثلا قولي ب 40، يبقى كده هتجيبي مثلا الميزانيه بتاعتك هتبقى عامله 120 جنيه، واخده فيها لحوم كتيره واخده فيها كل اللحوم اللي انا حطاها بس بكميات اقل شويه، هتبقى عامله ميزانيه اللحوم معاك 120 جنيه، تمام؟ لكن اللي انا كاتباها بالنسبه كميه اللحوم دي عامله 240 جنيه. يبقى كده الميزانيه بتاعتنا كلها عامله 425 جنيه، كل الاكل بتاعنا باللحوم بالخضار بالسوبر ماركت بكل حاجه، تمام؟ كده معانا بقى اللحوم بتاعتنا، هتجيبي زي ما قلنا كده البانيه اللي هنعمله مع المكرونه في اليوم السادس ان شاء الله، معانا الكبد والقوانص، هتجيبي برده نص كبد وقوانص، قلنا لو الميزانيه اللي هي اقل من 400 هتجيب ربع بس، لكن انا كاتبه في الميزانيه دي 200، تمام؟ يبقى هنجيب كبد وقوانص وهنجيب البانيه وهنجيب ب 50 جنيه بسطرمه، بس انا ما عنديش بسطرمه احطها لكم، هنجيب ب 50 جنيه بسطرمه وهنجيب دبابيس، دي برده بانيه مش دبابيس، بس انا ما عنديش دبابيس احطها لكم، فدي اعتبريها دبابيس يعني تخيليها دبابيس. فدي هنجيب ايه ب 100 جنيه دبابيس، والميزانيه اللي هي اللي اقل من 400 هتجيب بال كيلو اجنحه واحد بال 40 جنيه، تمام؟ ولو انت ميزانيتك بقى ال 400 اللي احنا كاتبينها هتبقى بالدبابيس ب 100 جنيه، كيلو وربع بقى كيلو ونص زي ما يجيبوا معاكي. تمام كده دي ميزانيه ايه اللحوم بتاعتنا عامله قلنا 220، والميزانيه الثانيه الاقل عامله 120 جنيه. طبعا انت ماشيه بقى زي ما انت عايزه، ممكن تستغني عن اللحوم دي كلها والاكلات دي كلها تتعامل من غير لحوم على فكره، وتبقى الميزانيه بتاعتك هتبقى مثلا 120، هتبقى 100 و175 جنيه بس، لو انت شلت اللحوم كلها هتبقى 175 جنيه. ممكن تشيلي على فكره اللحوم كلها وتجيبي ربع لحمه مفرومه، الميزانيات بقى القليل اللي هي المحدوده جدا، او احنا لو انت اخر الشهر مثلا معكيش تجيبي اللحوم دي كلها هتجيبي ايه؟ هتجيبي ربع لحمه مفرومه من امان او من الجمعيه، ده فكره جمعيه بتبيع اللحمه حلوه جدا، الجمعيه اللي بتاعت اللي بتبيع التموين بتبيع لحمه حلوه جدا وطازه، بتيجي قدامك وبتفروم لك اللحمه وانت واقفه او بتجي لك مفرومه، بس الحاجه بتاعتهم نظيفه حلوه جدا، واللحمه ب 220 والمفروم ب 220، يعني لو جيتي عندهم ممكن تجيبي ربع بس لحمه مفرومه ب 55 جنيه منهم او من امان،
وتعملي بيها كل الاكلات بتاعتك، تحطي فيها ايه، تعصريها وتعمليها عصار يعني، وحطيها في الفريزر، وخدي منها معلقتين ثلاثه على قد الخضار اللي هتطبخيه، على كل خضار ممكن تعملي بيها وصفات الاسبوع كله على فكره. فعلى قد ما انت ميزانيتك تسمح لك اعملي، ما تهركيش نفسك ولا ترهقي ميزانيتك يعني بحاجات مكلفه. لا انت شوفي انت اللي عاجبك يعني، انت البيتزا ممكن تجيبي اللحمه المفرومه دي، تاخديك منها وحدتين كده من اللحمه المفرومه المعصره وتعملي بيها البيتزا. ممكن صينية البطاطس دي تاخدي ربع لحمة مفرومة تعمليها كفتة، يبقى صينية بطاطس بالكفتة، والبيتزا تعمليها بالخضار عادي. فأنا بقول لك برضه أفكار وأنت حاولي تمشي نفسك يعني، تمام؟ فأنا بقول لك أفكار. وممكن برضه المكرونة اللي احنا عاملين مع كبد الفراخ، معكيش تجيبي كبد فراخ، هتاخدي ربع المفروم ده، هتاخدي منه حبة على صينية البطاطس، والباقي اعمليها حتى معصجة كده، مش لازم تعمليها كفتة، حطي على البطاطس كده، تبقى بطاطس صينية بطاطس باللحمة المفرومة، وخدي الحبة تانيين اعملي بيهم على المكرونة كده، اعمليها مكرونة بولونيز يعني، انت اسلقي المكرونة وبعد ما تعصجي اللحمة المفرومة اضربي الطماطم في الخلاط وحطيها عليها بعد ما تتعصج، وحطي بقى بهاراتك وحاجتك اللي انت بتحبيها، وبعد كده هحطي طبق المكرونه المسلوقه وعلى وشه عليه ايه، عليه طبعا رشه فلفل اسمر كده، معلقه سمنه، وحطي على وشه شويه اللحمه المفرومه دي بالصلصه، هتعمل معاكي كميه كبيره، وهتبقى اكله حلوه على فكره ومشبعه يعني، واكلتي فيها لحوم وبروتين. فانت ممكن بدل تشيلي كل اللحوم اللي كاتباها دي كلها وتحطي ربع لحمه مفرومه بس، تعصجي وتعملي بيه كل اللي انت عايزاه. انت بقى ايه يعني، يا رب كده الميزانية تكون عجبتكم النهاردة واستفدتوا منها. ولو عايزين اي حاجة بقى اكتبولي في الكومنتات، لو انتوا عايزين مثلا فيديوهات من دي، او فيديوهات اللي هي المنيو اللي بيبقى مكتوب بالايد بس يعني، منيو من غير مشتريات، لو عايزين برضو ميزانيات من غير مشتريات يعني ميزانية مكتوبة كده، اكتبولي في التعليقات اي حاجة انتوا عايزينها في التعليقات وانا عاملها لكم ان شاء الله. واكتبولي برضو عايزة اعرف رأيكم في القناة ايه، مفيدة ليكم ولا مش مفيدة ليكم، محتاجين اي نوع من الفيديوهات الجديدة مثلا في القناة اجدد فيها ولا حاجة، فاكتبولي في الكومنتات برضو رأيكم، واخد رأيكم يعني مع بعض كده، نشوف ايه عشان نطور من القناة بيكم وليكم ان شاء الله. ويا رب كده النهاردة تكون الميزانية والفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.